بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي، معكم المعلمة أمجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية، الصف الدراسي أول تأهيلي، الفصل الدراسي الأول، المادة التربية الفنية. عنوان درسنا لهذا اليوم دراسة فنية للخط العربي. المجال المستهدف الفني، المجال المساند، الحركة الدقيق. الهدف العام أن يتعرف الطالب والطالبة على الخطوط العربية. الأهداف الخاصة أن يتعرف الطالب والطالبة على أنواع الخطوط العربية، أن يذكر الطالب والطالبة أهمية الخط العربي، وأيضا أن يرسم الطالب والطالبة حروف منفردة من الخط العربي، حرفين أو ثلاثة. أن يستخدم الطالب والطالبة ورق المربعات في الرسم. قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي، أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها. أستمع إلى الدرس بتركيز. ثالثاً، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي، أجهز كراستي وأدواتي التي أحتاجها. ثانياً، أستمع إلى الدرس بتركيز. ثالثاً، أتابع الدرس حتى انتهاء الوقت المخصص. طيب طلابي، لدينا هنا قصتنا لهذا اليوم، لدينا هنا اللي هي الطالبة سارة. الطالبة سارة تخرجت من أين؟ من المرحلة التأهيلية. إذا نرى هنا من؟ نرى هنا الطالبة سارة تخرجت من المرحلة التأهيلية. بعد التخرج قررت سارة تعلم فنون الخط العربي. أين؟ في معهد الخط العربي. إذا بعد التخرج قررت سارة تعلم ماذا؟ فنون الخط العربي. أين؟ في معهد الخط العربي. طيب لدينا هنا، توجهت سارة إلى أين؟ إلى المعهد، ووجدت معلمة الخط العربي اللي هي لدينا هنا المعلمة هند. إذا توجهت سارة للمعهد، من وجدت داخل المعهد؟ اللي هو المعلمة هند. قالت سارة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ردت المعلمة هند: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سألت سارة المعلمة هند: ماذا يمكن أن أتعلم عن الخط العربي في معهدكم؟ نرى هنا ماذا قالت لها المعلمة هند: سوف نتعلم في البداية أنواع الخطوط العربية. إذا ذكرت المعلمة هند أن في البداية سوف نتعلم ماذا؟ ها، أحسنتم، أنواع الخطوط العربية. أول خط لدينا وهو أشهر الخطوط اللي هو خط ماذا؟ خط النسخ. إذا أشهر الخطوط ماذا؟ خط النسخ. أحسنتم. طيب لماذا سمي خط النسخ بهذا الاسم؟ لأنه كان الناسخون يستخدمون في نسخ الكتب، وأيضا خط النسخ هو الذي كتب به القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة. إذا أول خط لدينا من أنواع الخطوط العربية اللي هو خط النسخ. ثاني نوع لدينا من أنواع الخطوط العربية تذكر لنا اللي هي من؟ المعلمة هند. ثاني خط اللي هو خط الرقعة. خط ماذا؟ خط الرقعة. طيب، يستخدم في أغلب الدول العربية وسمي بالرقعة لأن الناس قديما كانوا يكتبون على ماذا؟ يكتبون على رقاع. ما هو الرقاع؟ اللي هي الجلود، فسموه اللي هو بخط الرقعة. وخط الرقعة هو أكثر خط دارج في حياتنا اليومية. إذا ذكرنا من أنواع الخطوط العربية خط النسخ، وأيضا ماذا؟ خط الرقعة. أيضا لدينا من أنواع الخطوط العربية
سوف تذكر لنا اللي هي المعلمة هند، اللي هو لدينا خط الثلث. خط ماذا؟ خط الثلث. خط الثلث أصعب الخطوط العربية من حيث القواعد والموازين. إذن أصعب خط لدينا هو خط ماذا؟ خط الثلث. طيب، ذكرنا أنواع الخطوط العربية، النسخ والرقعة، وأصعب خط ما هو؟ أحسنتم، اللي هو خط الثلث. طيب، لدينا هنا رابع خط من أنواع الخطوط العربية سوف تذكر لنا المعلمة هند، اللي هو خط الديوان. خط ماذا؟ خط الديوان. خط الديوان كان هذا الخط يستعمل في كتابة المراسلات السلطانية في عهد السلطان عثمان. طيب، إذا طلابي، أنواع الخطوط العربية ذكرنا أشهرها واللي كتب فيه القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، اللي هو خط ماذا؟ خط النسخ. ثاني خط لدينا اللي هو ذكرنا، اللي هو دارج في حياتنا اليومية، اللي هو خط الرقعة. وأصعب خط ذكرنا اللي هو ماذا؟ خط الثلث، أحسنتم. ورابع خط اللي هو خط الديوان. طيب طلابي، لدينا هنا سارة لديها سؤال للمعلمة هند. قالت سارة: معلمة هند، لقد ذكرت أنواع الخط العربي، لكن ما هي أهمية الخط العربي؟ ذكرت هنا لدينا اللي هي المعلمة هند، قالت: عزيزتي سارة، سوف أذكر لك أهمية الخط العربي. يعتبر الخط العربي العماد الذي حفظ القرآن الكريم كتابة منذ عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى العصر الحالي، كما أنه لعب دورا كبيرا في حفظ السنة النبوية الشريفة. إذا ذكرنا أهمية الخط العربي، أنه حفظ ماذا؟ حفظ القرآن الكريم وأيضا السنة النبوية إلى وقتنا الحالي. أيضا تذكر لنا هنا المعلمة هند أهمية الخط العربي. يعتبر الخط مجالا مهما لتعليم من؟ طلاب العلم بعض القيم الأخلاقية والمثل الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة والتراث العربي كالشعر وأيضا النثر. أيضا طلابي وطالباتي، تذكر لدينا هنا المعلمة هند اللي هو من أهمية تعلم الخط العربي، يعزز مشاعر الاعتزاز والفخر بالقيم الإسلامية العريقة. إذا ذكرنا هنا طلابي أهمية الخط العربي، أنه كتب فيه ماذا؟ القرآن الكريم وحفظ به وأيضا السنة النبوية الشريفة حتى وقتنا الحالي، وأيضا يعزز مشاعر ماذا؟ مشاعر الاعتزاز والفخر بالقيم الإسلامية العريقة. طيب طلابي، نرى هنا هذا الستار. داخل هذا الستار يوجد لدينا حرفنا لهذا اليوم. حرفنا لهذا اليوم اللي هو حرف التاء. سوف نتعلم كتابة حرف التاء اللي هو بالقواعد والموازين لخط النسخ وأيضا خط الرقعة. ننظر الآن للشاشة مع المعلمة. في البداية طلابي، ذكرنا في درسنا السابق اللي هو ماذا؟ حرف الألف وحرف الباء، ذكرنا كتابتها تكون مفردة. طيب، لدينا هنا اللي هو حرف التاء وأيضا لدينا حرف الثاء. إذا حروفنا لهذا اليوم التاء والثاء. نأخذ الآن اللي هو لدينا حرف التاء. قاعدة اللي هي حرف التاء تكون ست نقاط مثل الباء في درسنا اللي هو السابق. في البداية على حسب القلم، ذكرنا أن القلم الخط يكون مشطوف بهذا الشكل، هذا هو اللي هو قلم الخط العربي. يكون لدينا هنا مجموعة من الألوان، لدينا هنا أسود ولدينا هنا أحمر. في البداية بالأحمر اللي هي ذكرنا قاعدة ماذا؟ قاعدة حرف التاء ست نقاط في البداية: واحد، اثنان، ثلاثة،
أربعة، خمسة، ستة. طيب هو راح يكون أيضا على ماذا؟ على السطر بشكل مقوس. نضع هنا هذا القوس الأول، ولدينا هنا القوس الثاني، وفي الوسط اللي هو ميزان أو القاعدة اللي راح نكتب فيها حرف الباء بخط النسخ. كم نقطة؟ ست نقاط على حسب القلم اللي أنا راح أستخدمه. طيب وضعنا هنا القوس الأول وهنا القوس الثاني، ونكمل خط مستقيم من الجهة الأولى إلى الجهة الثانية، وهنا كتبنا حرف الباء بخط النسخ. ننظر هنا مع المعلمة اللي هو قاعدة حرف الباء بخط النسخ، ست نقاط. رسمنا واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، قوس من اليمين وقوس من اليسار، وصلنا بينهم بخط مستقيم على السطر، والنقطة تكون أسفل السطر، هذا حرف الباء. طيب طلابي، إحنا ذكرنا أن راح نكتب اللي هو ماذا؟ حرف التاء. حرف التاء تكون نقاطه في الأعلى بهذا الشكل. إذا لدينا هنا اللي هو ماذا؟ حرف التاء، أحسنتم، بخط ماذا؟ بخط النسخ. طيب طلاب، لدينا اللي هو حرف التاء بخط الرقعة في البداية أيضا، راح يكون اللي هو ست نقاط القاعدة. لدينا هنا أيضا ست نقاط أو ثلاث نقاط أو أربعة. خط الرقعة نستطيع استخدام ثلاث نقاط أو أربع نقاط أو ست نقاط. في البداية ماذا سنفعل؟ خط اللي هو حرف التاء بخط الرقعة نستطيع كتابته بشكلين. الشكل الأول راح يكون نفس اللي هو خط النسخ، الشكل الثاني راح يكون بهذه الطريقة، خط مائل بهذا الشكل، ونكتب اللي هو الجزء المتبقي على السطر، وراح يكون من هنا قوس ونعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ذكرنا في خط الرقعة نستطيع اللي هو في الميزان استخدام ثلاث نقاط أو أربع نقاط أو ست نقاط، وهنا نضع اللي هو نقاط حرف التاء بهذا الشكل. إذا لدينا هنا حرف التاء بخط النسخ تكون القاعدة كم؟ ست نقاط، وخط الرقعة تكون ذكرنا ثلاث نقاط أو ست نقاط أو أربع نقاط، يكون هنا الجزء مشطوف وهنا اللي هو بشكل مقوس. طيب الآن طلابي، نأخذ الحرف الثاني لدينا اللي هو حرف ماذا؟ حرف الثاء، أحسنتم. إذا حرف الثاء تكون طريقة كتابته نفس إخوانا اللي هم الباء والتاء. في البداية نرسم سطر بهذا الشكل. طيب الآن ماذا سنفعل؟ نفس ما كتبنا اللي هو حرف التاء، نضع القوس الأول بعدين نعد، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. ذكرنا قاعدة حرف التاء تكون ست نقاط. نضع الآن اللي هو القوس الثاني، ونمد من القوس الأول إلى القوس الثاني على السطر، وهنا كتبنا اللي هو حرف الثاء. إذا لدينا هنا ست نقاط، ويكون هنا الجزء مقوس وهنا أيضا مقوس، ونمد بينهم بخط مستقيم على السطر. طيب في خط الرقعة ذكرنا أن التاء والثاء والباء كلهم طريقة كتابتهم وقاعدتهم واحدة. في البداية ماذا سنفعل؟ اللي هو هنا خط مشطوف، ونرسم باقي القوس اللي هو على السطر، وهنا يصعد إلى الأعلى. ذكرنا القاعدة نستطيع استخدام ست نقاط أو أربع نقاط أو ثلاث نقاط. لدينا هنا كم وضعنا نقطة؟ واحد، اثنان، ثلاث، أربع، خمس، ست. هنا نقاط اللي هو حرف الثاء. إذا لدينا هنا حرف الثاء والتاء بخط النسق، قاعدتهم ست نقاط. أيضا خط الرقعة ذكرنا تختلف النقاط ثلاث أو أربعة أو ستة، ويكون مشطوف من هنا، ونكمل على الجهة الثانية بهذا الشكل. إذا طلابي وطالباتي، تعرفنا اليوم على كتابة حرف التاء،
وحرف الثاء بخط النسخ وخط الرقعة. انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم. توصياتنا: التركيز على رفع مستوى الدافعية، كما علينا خلق بيئة محفزة للتعليم بالتعزيز والتشجيع بأنواعه، المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا. انتهى درسنا لهذا اليوم. كنت أنا معكم معلمتكم أمجاد الشهري. أراكم بإذن الله في الدرس القادم. مع السلامة.